مستمعينا الكرام، نستمع الآن لخطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ جميل حليم، وكانت تحت عنوان العلم والتعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي العظيم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالسير على نهج نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وبالثبات على الإسلام إلى الممات. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال علماء الإسلام: إنه يجب على كل مكلف أن يتعلم قدرا من العلم الديني يقال له الفرض العيني، ويقال له أيضا علم الحال. فالذي يقصر في ذلك ولا يتعلم هذا القدر من الفرض، لأن الفرائض تنقسم إلى فرائض علمية وفرائض عملية، فمن الفرائض العلمية أن تتعلم قدرا من علم الدين لا يجوز لك أن تكون جاهلا به، فإن قصرت بتحصيل هذا العلم أو أهملته أو لم تحصله فقد تركت واجبا من الواجبات الدينية. فمن لم يتعلم الفرض العيني من علم الدين فهو فاسق، فهو من أهل الكبائر، مستحق لعذاب الله عز وجل. وكل منا يسأل نفسه: هل أنهيت هذا القدر؟ هل أنجزت وتعلمت ما فرض الله علي من علم الدين؟ فإن كان لا فليبادر وليتب إلى الله، لأنه أهمل هذا الفرض ولأنه قصر في تحصيله، فليتب إلى الله وليندم على ذلك وليحصل هذا الفرض قبل فوات الأوان، قبل أن يخرج من الدنيا، قبل أن يموت. وإن كان قد حصله وتعلم فليسأل نفسه: هل طبقت والتزمت
وعملت بما علمت؟ هل عملت بما علمت؟ هل أديت الواجبات؟ هل اجتنبت المحرمات؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ كل هذا من الواجبات، أي التعلم والعمل به، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من الفرائض، هذا من الواجبات، وكل منا يعرف نفسه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضنا وحثنا على طلب العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. والعلم أيها الأحبة يؤخذ من العلماء، لا بمطالعة الكتب، ولا من الفضائيات، ولا بالصحف، وإنما يؤخذ العلم تلقيا عن العلماء أو عن من أخذ عن العلماء. قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا بالتردد إلى مجالس العلم، وبالحضور في مجالس العلم، بسماعك من العلماء أو ممن أخذ من العلماء، تحصل هذا الفرض. أما إذا اقتصرت على مطالعة الكتب، فكم وكم من الكتب محرفة، وكم وكم من الكتب دخلها التصحيف، وكم وكم من الكتب فيها سقط، وكم وكم من الكتب فيها أخطاء مطبعية كثيرة. لأن اليوم معظم دور الطباعة والنشر همها المال، همها التجارة المالية، وليس همها تحقيق مصلحة علمية للناس. وكم وكم من الكتب وإن كانت صحيحة ومعتمدة، لكن لا تستطيع وحدك أن تفهم معاني الكلمات إن لم تسأل عنها العلماء، إن لم تستمع إلى العلماء، إن لم تحضر على العلماء. هذا كان دأب الصحابة، أن يحضروا في مجلس النبي فيستمعوا إليه ويسمعوا منه ثم ينقلوا إلى غيرهم. هكذا هي طريقة السلف وطريقة العلماء في تحصيل العلم. والأصل هو أن تفهم المعاني، الأصل أن تفهم المعنى الصحيح، أن تفهم معاني كلمات العلماء، كي لا تقع في بعض المسائل من الفهم الخاطئ الذي يحصل لبعض الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نأخذ العلم من أهله، ليس من أي كان. لذلك قال: إنما العلم بالتعلم. ويقول النووي: لا يستفتى غير الثقة، لا يستفتى غير الثقة. والرسول عليه السلام كان يعلم الصحابة بنفسه، ويخرج إليهم ويعلمهم، ثم هم ينطلقوا كل منهم يخرج إلى الناس. هذا يعلم زوجته وأولاده، هذا يعلم أهله، هذا يعلم قبيلته، وهذا يعلم عشيرته. وكان عليه السلام يرسلهم ويبعثهم إلى البلاد، كما أرسل إلى اليمن وإلى غيرها.
فإذا الرسول عليه السلام حضنا وحثنا وشجعنا على تحصيل العلم وعلى طلب العلم وعلى التفقه في الدين. انظروا في قصة نبي الله موسى عليه السلام، نبي كريم، رسول عظيم من أولي العزم، كريم الله، حبيب الله، وكان عند الله وجيها، ومع ذلك لما سمع بالخبر أحب أن يسافر إليه، أن يذهب إليه، أن يلتقي به، وأن يأخذ منه، وأن يستمع إليه، وأن يستفيد منه، مع أن موسى أفضل من الخضر، موسى أفضل من الخضر، وموسى عليه السلام أعلم من الخضر بأشياء كثيرة، والخضر أعلم من موسى ببعض الأشياء، لكن بما أن الخضر نبي فيصح أن يأخذ نبي من نبي، أن يأخذ نبي من نبي، لأن الخضر القول الراجح فيه أنه نبي. موسى طلب منه أن يصاحبه، أن يرافقه ليتعلم منه. انظروا إلى همم الأنبياء، انظروا إلى همم الأصفياء، انظروا إلى همم أحباب الله تعالى. موسى نبي يوحى إليه، ينزل عليه الوحي، وهو أفضل من الخضر، لكن انظروا إلى حب العلم. روى البيهقي أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، وكان بعد لا يعرف الخضر ولم يجتمع به، فقيل لموسى: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. موسى يتكلم بحسب الظاهر، فأوحى الله إليه: بل عبدنا خضر. فموسى من حبه للعلم طلب من الله أن يرشده إلى مكان الخضر. انظروا إلى تواضع الأنبياء وإلى همة الأنبياء في تحصيل الخير والعلم، فأرشده الله إلى المكان الذي يجتمع فيه بالخضر. ذهب موسى، تحمل الأعباء، سافر وقطع المسافات البعيدة ليجتمع بالخضر، ليستمع إليه وليأخذ منه. ثم لما رآه موسى قال له: السلام عليك يا خضر. فقال: وعليك السلام يا موسى. فقال: كيف عرفت أني موسى؟ قال: عرفني أنك موسى الذي عرفك أني الخضر. اجتمع به وأخذ منه، مع أن موسى في الأحكام أعلم من الخضر، ومع أن موسى أفضل من الخضر. فموسى من أولي العزم، موسى نبي رسول، لكن لنأخذ العبرة، انظروا إلى الهمة في تحصيل العلم. موسى ليس عنده نقص في العلم، ولم يكن تاركا لشيء من الواجبات، لكن أحب الازدياد من العلم، فذهب ليجتمع بالخضر. ثم إن المسيح عليه السلام قال في مدح علماء أمة محمد، أي العلماء الأتقياء، ليس كل عالم تقي، وليس كل عالم ولي. من هو العالم الولي؟ العالم الذي يعمل بعلمه، هذا هو العالم الولي. لذلك تسمعون وتعرفون أن ممن يشفع يوم القيامة العالم العامل، أي العالم
التقي أي عالم الولي، هذا من جملة الذين يشفعون يوم القيامة. قال فيهم عيسى المسيح يمدح علماء أمة محمد، علماء أتقياء، براءة أتقياء، حلماء براءة، حلماء أتقياء من الفقه كأنهم أنبياء. لا يقول عنهم أنبياء، لكن يشبههم في قوة العلم والتمكن في العلم والتبحر في العلم والفقه كأنهم، أي في قوة علمهم هذا للأولياء الأتقياء العلماء الصلحاء، يشبههم في بقوة العلم بالأنبياء من باب التشبيه، ليسوا أنبياء. ومن هنا يعلم أن هذا الكلام الذي ينسبه بعض الناس إلى النبي، يقولون علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا حديث مكذوب، هذا غير صحيح، والرسول لم يقله، بل هو حديث مكذوب. ومن الافتراءات ما قاله ضال مضل، إن الله يعتذر للعلماء يوم القيامة، فهذا كفر وضلال. وأيضا هذا حديث موضوع في بعض الكتب، يقولون إن الله يجلس يوم القيامة على الكرسي ويقول للعلماء: إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. هذا أيضا كذب على الرسول. يكفينا في مدح العلماء الأتقياء ما جاء في قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الأتقياء يخشون الله تعالى، أي أن العلماء الأتقياء يخشون الله تعالى. وليس معناه أن الله يستحي أو يعتذر من العلماء، الله تعالى لا يوصف بصفة من صفات خلقه، ليس كمثله شيء، لا يوصف بالانفعالات ولا بالتغيرات ولا بالتطورات ولا بالتبدل. قال الإمام زين العابدين: سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك لا يحويك مكان، لا تحس ولا تمس ولا تجس، لأنه ليس كمثله شيء، لا يوصف بالانفعالات ولا بالتغير، فالله لا شبيه له. وقال الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. ثم أيضا من فضل العلم ومن بركة مجالس العلم أنك إذا حضرت في مجلس العلم تنزل عليك الرحمة، تصيبك البركة. لذلك ورد في الحديث أن مجالس العلم تحفها الملائكة بأجنحتها. وكذلك قيل لعالم: أقمنا درسا في بيتنا، أي مجلس علم، فقال: هنيئا لكم، نزلت عليكم الرحمة، نزلت عليكم الرحمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي علم الدين، هذا معنى الحديث. ثم يا إخواننا، الذي لا يتعلم يكون والعياذ بالله فريسة سهلة للشيطان، فريسة سهلة لجهلاء الإنس ولشياطين الجن. أما الذي تعلم وتمكن في العلم فإنه أدرى كيف يسد مداخل الشيطان. لذلك روى ابن عبد البر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. إذن
هلموا إلى حضور مجالس العلم، هلموا إلى التمكن في العلم، إلى تحصيل العلم، لحضور مجالس العلم العامة في المساجد في البيوت أو في أخذ شروح بعض المتون كالمختصر والصراط وغيرهما من الكتب النافعة المفيدة. يا أحبابنا الكرام، علم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام. بالعلم تعرف طريق الجنة من طريق النار، بالعلم تعرف الإيمان وتعرف الكفر فتهرب منه، بالعلم تعرف الفرائض من المحرمات، بالعلم تعرف السنن من المكروهات، بالعلم تعرف الحق من الباطل والصحيح من الفاسد، بالعلم تعرف ما يحل لك من الطعام والشراب والمسكن والملبس وما لا يحل لك، بالعلم تعرف ما يحل لك أن تتكلم به وما لا يحل، بالعلم تعرف كيف تؤدي حق الله وحقوق العباد، بالعلم تعرف كيف تربي أولادك، بالعلم تعرف الأمانة الشرعية، بعلم الدين تعرف كيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر، بالعلم تعرف كيف تكن مؤديا لما فرض الله عليك من حقوق الأبوين الفقيرين المسلمين، بالعلم تعرف بر الأمهات والآباء وتعرف العقوق والمنكرات والمحرمات والموبقات والمفسقات. لكن بغير علم ربما تعيش وقد حل عليك غضب الله وسخط الله ولعنات الله وأنت لا تشعر والعياذ بالله، لأن الجاهل أعمى القلب، لأن الجاهل أعمى البصيرة ولو كانت عينه كبيرة. الجاهل قد يمشي في طريق النار كحاطب ليل، الجاهل يهلك نفسه وهو يضحك. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات؟ هل يستوي النور والظلمات؟ يا إخواننا، هلموا إلى حضور مجالس العلم، تعلموا، تفقهوا، تمكنوا، ازدادوا من العلم. ربنا ما أمر نبيه أن يطلب الازدياد من المال، بل أمره أن يطلب الازدياد من العلم. لو قرأتم القرآن تجدون أن الله تعالى أمر نبيه أن يطلب المزيد من العلم. رسول الله محمد كان له معلم وهو جبريل. رسول الله محمد كان له معلم وهو جبريل. يا إخواننا، من لم يتعلم فهو هالك، من لم يتعلم فهو تائه، من لم يتعلم فهو خاسر، من لم يتعلم أي لم يحصل الفرض العيني فهو فاسق. تعرف ما معنى فاسق؟ أي يستحق دخول النار، يستحق أن يدخل جهنم، يستحق أن يعذب في القبر وفي جهنم إن لم يعفو الله عنه. هذا إذا سلم من الكفر، هذا إذا مات على الإسلام. لكن أكثر الجهال لا يسلمون من الكفر، بكلمات واعتقادات وأفعال كفرية يخرجون من الإسلام. هذا الجهل يقتل صاحبه كما يفتك السم بمن يشربه. قد يقدم إليك شراب لذيذ لكن وضع فيه السم، القاتل لساعة، أي في نفس الساعة يقتلك، ماذا يحل بك؟ هكذا الجهل بل وأخطر،
لأن الجهل إن أدخلك جهنم، إن أدخلك النار، إن كان والعياذ بالله تعالى هذا الجاهل ممن يصلون إلى حد الكفر فيموتون عليه، لا خروج له من جهنم، لا خروج له من النار، ولا يشفع له شافع، ولا يرحمه الله. انظروا إلى شؤم الجهل، انظروا إلى شؤم الجهل، يكون سببا بتخليد بعض الناس في جهنم. يكفر ولا يعرف كيفية الرجوع للإسلام، هذا سببه الجهل. يعتقد اعتقادات كفرية ويتكلم بكلمات كفرية وهو يلعب ويمزح ويضحك، هذا اللسان خطره كبير، يوصلك إلى النار، إلى جهنم. احفظ لسانك، احفظ قلبك، احفظ جوارحك من الأقوال والأفعال والاعتقادات الكفرية. هذا بالعلم، بالعلم يعرف الإنسان إذا وقع في كفرية من الكفريات أنه يرجع للإسلام بالشهادتين، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس بقول أستغفر الله. هنيئا لمن تعلم، وإلا فالجهل عار، العلم نور والجهل عار. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالسير على نهج رسول الله وبالعمل للآخرة وبالاستعداد للموت قبل فوات الأوان، فالموت منا قريب والرب علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد وحرها شديد، الموت يعونا والقبر يضمونا وإلى الله مرجعنا. واعلم أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة على نبيه الكريم، فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا رب العالمين، فاغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الطف بعبادك المؤمنين، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وعجل بالنصر والفرج يا أرحم الراحمين. اللهم ارم ظالمينا بظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم آمين غانين، سالمين مؤيدين محفوظين منتصرين يا رب العالمين. اللهم ربنا إلهنا هذا ما لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن يا الله. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم فرج عن المسلمين، واطلب المسلمين في فلسطين وفي كل بلد يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا بخير وبكامل الإيمان، وارزقنا رؤية حبيبك محمد، وارزقنا زيارته وشفاعته، وحسن الحال وحسن الخلق وحسن الختام. اللهم انشر علينا رحمتك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، وتب علينا حتى نكمل النقص الذي فينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فاغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم سامحنا، ولا تعذبنا يا أرحم الراحمين، وأغفرنا
محمد وشفعه فينا رب العالمين واحشرنا تحت لوائه يا أكرم الأكرمين واجمعنا فيه في الجنة يا الله وارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة وفي اليقظة والإيمان وعند الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مفرجا قوموا لصلاة رحمكم الله وأقم الصلاة. استمعنا معا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ جميل حليم وكانت بعنوان الآل والتعلم.